السلام عليكم، اسمي حسن، حسن بوتنان، يتيم الأم والأب، وأنا ربي سات، كنت عايش في فاس، وما خليت تا بلاصة فاس، أي بلاصة مشيت لها ما لقيتش، قلت فاس، كنت مازال صغيرة، وليت تصويرها فوقتاش، كنت مازال صغير ديك الساعة، ماتو خلاوني في الزنقة، قال لي تكرفص عليا، قال لي سيبقوني للحبس، أنت شتي يديا كي دايرة، قال لي سيبقوني للحبس، أنت شتي يديا كي دايرة، مقطع من هنا، تكرفص، قال لي يحقرك، قال المخزن براسو تيسبق عليك، فهمتي يديروا معانا مزيان، الدولة شي خيرية ولا شي حاجة تيديو لنا الحباسات، خرجوا علينا دمرونا بالحباسات. اي واحد توقف معاه تقول له شي حاجه تيشوف حالتك تيقول لك سير بحالك بحال اللي راك جاي تسرقو ماشي جاي تطلب ولا شي حاجه. عندي اختي وحده مجوجه، هي براجلها ووليداتها، واش انا عايش معاها براجلها ووليداتها؟ صافي هي ما تتسول فيا وانا ما تنسولش فيها، صافي هي ما تتسول فيا وانا ما تنسولش فيها. راه دابا هادي طالعة 11 عام وانا في وسط فاس وهي متسول فيا ما تسول، دابا راه عندي شي 36 هكاك، راه ما قاريش اخويا، ما عمرني ما قريت، ما حياتي هكاك غادي، تنعس ناكل نعس ناكل صافي. انا والديك كانوا تيعاونوا هكا ملي كنت صغير، ملي ماتوا ما لقيتش دابا اللي يعاونني، ملي كنت صغير ملي ماتوا ما لقيتش دابا اللي يعاونني، لا يعاوني بغير الله سبحانه. قبدوني شي وحدين هكا تيبيعوا الشراب تيبيعوا الحشيش، علاش انا تشوفوا شي هكا كون كون هذيك كون خسروا لي وجهي، كنت نخاف منهم، كنت نجلس نبيع معاهم هكا تيعطوني ما ناكل. هذا 36 عام راه خصني نصلي وندير شي حاجه اللي يبغيها الله، ماشي هكا نبقى مكرفس ما عنديش حتى في الناس، الناس في الزنقه، واحد اخر ناس في الدار ديالو تيخرج عندك تيقول لك سير حيد لي من هنا. فين نمشي واخويا عافاك؟ ايوا ما لقيتش ما بقيت نتسنط للراديو، عندي واحد الراديو كنت خرجته معايا من المؤسسه، بقيت نتسنط صافي، شتا الشدا اف ام ولا تي في الشدا تي في، قالوا لي الناس راه اللي عمرها سمعها وما يوقفوا معاك ويعاونوك، طلعت عندكم هنايا. دابا دي راه شي 5 ايام ولا 6 ايام ولا تنباتي بالزناقه تيتعداو عليا. ضروري من الصغر ديالي، انا من صغري وانا ملي ماتوا لي والديا وانا في المؤسسه تنخرج تيولوا يكبدوني تيدوني للحبس، ما عندي ما نديرش ندير. وا خويا جيت باش نقلب على شي خدمه ولا شي حاجه، ولكن الغالب الله اللي تندق عليه الباب تيعطيك درهم جوج درهم بحال باش تاكل خبزه ولا شي حاجه تشريها هكا، ما هادشي اللي كاين اخويا. انا باغي نخدم واخا يديا معوقه هكا، العصب مقطعين لي، واخا تمارا واخا اي حاجه نخدم بها، معليش ماشي مشكل، اي باش ما نبقاش هكا بلي بحال شي واحد بعد اصلا ما عندي لا ام لا اب. دابا راه عندي شي 4 ايام هكاك ولا 5 ايام، دابا كنت جيت اصوات كنت نعس تمايا، خرج واحد الراجل قال لي حيد لي بلا هنايا، دابا راه تنبات في اي بلاصه تحت بلا ما تنعس، وتنقول للرفيق بكري باش ما يشوفنيش واحد اخر، تنهبط لحدا البحر اللي جات شي عائله ولا شي ناكل شي عطوني ناكل، تنولي بقى ندور صافي. تنباركي اللي توقف له شي حاجه، كل واحد عنده بلاصه ديالو، واش توقف شي واحد بلاصته تتبدا معاه الصداع ولا يقول لك انت باغي تسرق، ولي عاوتاني سيفطوني للحبس، انا ما باغيش نمشي للحبس صافي بالك. ما عنديش تليفون اخويا، ولا بعدك كان عندي تليفون صغير ما عرفتش شكون يدا لي، كنت ناعس بالزنقه هكا ما عرفتش شكون السرقه، بنادم يسبك بنادم يبغي يديرك ديالك بزاف د الحاجات، والغالب الله هو تنطالب هكا اخويا، الا كانت شي خدمه ولا كانت شي حاجه هكا الحلال، انا يا الحرم بعثت له صافي، بعثت للحرم، ما بغيتش نبقى عاد نمشي عند واحد اخر يحرط عليا نبيع الحشيش ونبيع الشرب ويبقى في السيفين وانا نمشي للحبس، انا حياتي كامله مشات في الحبس اخويا، انا حياتي كامله مشات في الحبس اخويا، مشات في الحبس اخويا. وهما يسولوا راه يقلبوا على الاصل ديالي ويعرفوني، يقول لك فين هذا عاش؟ عاش في الخيريه وفي الحبس، ملي مشاو لي والديا. انا اول مدرسه قريت فيها هي الجامعه، المدرسه ديال التجمعاتي اللي في فاس، راه معروفه المدرسه التجمعاتي كبيره ديال اليتامى. زدت واحد السن صافي ما قبلوناش مشينا بحالنا، وانا اصلا ضرب قصيده، ما
كنت فقدت الذاكره، كان ضرباتني كسيده وفقدت الذاكره، ما بقيتش عارف. المهم هكا الحياه ديالي كبرت. دابا انا حرت ما عرفتش فين نمشي، واش نبقى هنايا نتسنى نبات هنايا ولا نهبط لجيت الاصوات نبقى جالس عاوتاني تما، ما عرفتش. ما عرفتش اخويا، انا جيت عندكم اخويا ما عنديش اخويا، انا نبات هنايا لا بغاو يلقاوني نبات هنايا، ولا جيت اصوات حدا ديك الدار البوليس، واخا واحد الراجل سبق عليا نجي عاوتاني نطلبو نقول له عافاك خليني، يعني ما يجي ما عنديش شي ناس هو هادشي. لا تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.